ورجعنا لكم تاني وهنتكلم عن أهمية شركات الأمن، وهيكون معايا الأستاذ محمد وطني رئيس شركة الأهرام الثلاثة للأمن والحراسة. ازيك يا فندم منورني. الأستاذ أحمد مسؤول الانتشار، صح كده؟ ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا منورنا. أول سؤال بقى هنسأله، إيه أهمية شركات الأمن؟ أهمية شركات الأمن، إحنا دلوقتي لما بيحصل ثورات أول حاجة في البلد ما بقاش فيه أمن خالص في الشارع، ففي ناس بتجيب شركات خاصة، فهي دي هو ده دي أول حاجة. تاني حاجة بقى في ناس عايزة على منشأتها خدمات أمنية، بيكونوا محتاجين طبعا. الشرطة مش هتقدر تغطي إن الأماكن الشخصية ديت إن هم يشتغلوا فيها، فهم بالتالي بيجيبوا شركات الأمن اللي هم إحنا بقى بنأمن لهم المكان. بنكون متواجدين طبعا في المكان حماية 24 ساعة. تمام، هو ده كفاية شركات الأمن. إحنا بنغطي الشخص اللي عايز أفراد أمن، مش هينفع يجيب مثلا داخلية تأمنه، ده حاجات شخصية. المنشآت ما بتكونش حكومية، بتكون شخصية. بتكون شخصية، الشركات الخاصة بيتجهوا للشركات الخاصة اللي هم إحنا. تمام، فإحنا بنقدر نوفر لهم الخدمة الأمنية ديت، وعلى خلال 24 ساعة بنبقى معاهم في الخدمات. ايه مميزات افراد الامن للشركه بتاعتكم؟ مميزات افراد الامن ان احنا بنجيب موجودين شباب صغيره. تمام، من سن 24 لحد 43 سنه. كلهم شباب على لياقه عاليه، على وعي امني كويس. بندربهم كل 6 شهور على الحس الامني وعلى الاختبارات، في لو حصل اي مثلا مشدات، في مشاكل في اي موقع، بيقدروا ان هم ازاي يتعاملوا. بمناسبه بقى الحس الامني، اكيد بيكون في تنسيق بين الشركه وعندكم والداخليه طبعا. بيكون التنسيق ازاي؟ بيبقى المكان اللي احنا بنمسكه، الموقع اللي احنا بنمسكه، بيبقى في اسم تابع ليه. الاسم اللي تابع ليه دوت بنختار الاسم اللي احنا موجودين في الموقع ده. تمام، عشان لو حصل اي مشكله في الموقع بيبقى الاسم المباحث على اتصال بينا واحنا على اتصال بيهم، لان المكان اللي احنا اوريدي اللي احنا بنامنه بيبقى حصل فيه مشكله قبل كده او حادث، فبيجيبوا شركه الامن. فشركه الامن لازم يكون ليها علاقه بالاسم، عشان لما تحصل اي حاجه، جريمه او اي مشكله، بنسيطر عليها وبنجيب الاسم نسلمهم الناس دي. خلينا انتقل للاستاذ محمد احمد. ايه يعني ايه مدير انتشار؟ مدير الانتشار ان انا بكون متواجد في يعني في نص المكان على جميع المواقع. تمام، بكون متواجد. دورك بيكون ازاي؟ يعني في مثلا مشكله بتحصل في موقع بكون متواجد هناك. تمام، فرد الامن بيكلمني في اسرع وقت بكون موجود هناك، فببتدي اتعامل مع الموقع. يعني انت صاحب الحلول السريعه. تمام، صح كده؟ بالظبط كده. طب ايه المواقف الصعبه اللي قابلتك؟ يعني في كان مشكله في عقار، شخص يعني مهم كان بيتم تهديده من قبل اشخاص. فبالفعل تم مهاجمه المكان من قبل الاشخاص، تم التعامل معاهم. تمام، افراد الامن بلغوني، تواجدت هناك بسرعه طبعا بنروح بدعم، فتم التحفظ عليهم والتعامل مع الامر، وجت اداره النجده طبعا المباحث وخدوا. استاذ محمد قول لي، هل التدريب بتاع الافراد بيكون عن طريق معاهد تبع لوزاره الداخليه، ولا انتوا ليكوا اماكن مخصصه بيتم فيها التدريب؟ اماكن خاصه بتدربهم فيها على كل يعني حاجه ما تخص الامن. القتال، ضرب، المشدات او الاشتباكات. تمام، لو في مشكله يقدر يفضها ازاي من غير ما يحصل ضرب فيها مثلا. لو وصلت للمشكله للاشتباكات او الضرب، بيبقى في ناس معينه هي اللي بتتدخل في الامن برضو. تمام، زي محمد مثلا مدير الانتشار اهو، العربيه بتاعه الانتشار تبقى موجوده في اقرب المواقع اللي فيها تجمعات امن لنا كتير، عشان لو صدر اي مشكله محمد بيتحرك بالعربيه مع الشباب. تمام، بيروح يسيطروا على الموقف على طول. فهم دول الشباب اللي في العربيه، دول اكتر ناس هم بيكونوا مدربين ازاي يواجهوا المشاكل دي في الشارع. تمام، لو الافراد الامن بقوا مدربين بس تدريب على الحس الامني، وفي انتشار اللي هو محمد اللي هو موجودين في الشارع للشغب للمشاكل او اي حادث يحصل يعني في اي موقع، لان مسؤوليه الامن مسؤوليه كبيره. طب يا استاذ محمد دلوقتي اكيد لما انتوا بتدربوا الناس اللي معاكوا دي بيبقى في اطلاق نار، صح كده؟ بقى في بتبقى مبلغ الداخليه بالكلام ده؟ اكيد طبعا، اكيد اكيد اكيد، بيبقى هم بنختارهم بالمكان اللي احنا بندرب فيه الافراد، وبناخد المواافقه وبندربهم على ضرب النار، وبندربهم زي الكونغ فو وضرب الشوارع. يعني بيكون في متابعه مستمره من وزاره الداخليه. طبعا طبعا طبعا. طيب دور المراه
ايه دور المرأة عندكم في الشركة بقى؟ بيتضربوا برضو؟ بيبقى يعني فيه فوق فيه نازل؟ اه طبعا بيبقى فيه فوق نازل مثلا خلايجة او اجانب. تمام، بيكونوا عايزين افراد امن بس السيدات. فده احنا بنبقى جاهزين بيه. نوع التدريبات بقى اللي يعني اكيد البنية الجسمانية اصلا تختلف تماما. بتختلف طبعا. حتى القدرة على ضرب النار بتختلف تماما من ست الراجل. تمام تمام. هما بيتضربوا نوع التدريبات بقى اللي لياقة بدنية عالية جدا. تمام تمام. بيتضربوا فيتنس كتير، بيتضربوا برضو على الضرب، برضو على كل حاجة، ان هم يبقى حتى نفسهم طويل ويقدروا يواجهوا اي مشكلة برضو تحصل. يبقى عندهم ارتكاز قوي. احنا عندنا ادارة كاملة، ادارة عمليات كاملة بتضربهم برضو. فبينزل بيجي ناس مثلا من برا عايزين امن سيدات، على طول بنوفر لهم الفرد ده. طب كويس. وبيحصل. طيب استاذ محمد، عايز اسال حضرتك، عندكم اشخاص بتقدر تتعامل مع حد مثلا معاه متفجرات؟ لو وجد الشخص ده في طريقه ان انتوا تتعاملوا بيها؟ تمام، بنبقى مدربين افراد الامن على كل شيء، يعني متفجرات بنتعامل معاها ازاي، بحرز برضو، بس ملناش احنا تعامل. نفك مثلا ايه ده متفجر، نتصل بالنجده بتتواجد على طول. ايه اصعب موقف مثلا حصل لك؟ مريت يعني بحاجه قبل كده ان كان فيها متفجرات؟ لا لسه ما اتحطتش موقف زي كده. هي تاريخ الشركه بقى من امتى؟ دي ربع سنه ليها. ما شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. طب احكي لي ايه بقى تم انشائها ازاي وايه الخطوات اللي مشينا فيها؟ طبعا تم انشائها من 4 سنين. طبعا بنعمل حاجه اسمها بطاقه ضريبيه وسجل تجاري، وبناخد موافقه من الامن العام. تمام، كل دي بتبقى تصاريح، وبيبقى طبعا قبل كل ده بقى حاطين خطه هنشتغل عليها. بقى في مجموعه ضباط متقاعده معانا، وطبعا يعني ربنا يحميه ويحفظه والدي، انا لواء شرطه. تمام، هو كان يعني حاطط لي الخطه ازاي هتشتغل، ازاي هنجيب الضباط المتقاعده على كفاءه عاليه، ان الشركه تفضل ناجحه ونفضل في تطور. تمام، يعني حطينا خطه قبل ما نبدا، وبدانا صح، والحمد لله واخدين كافه مواقع كتيره قوي، من شركات لمصانع لفيلل واخدين شغل كتير قوي، يعني مغطيين ال4 سنين دول، عاملين في تقدم. تمام تمام. طب الضباط الخاصه اللي بتشارك معاكم بتكون من قوات خاصه ولا اي ضابط؟ بيبقى في ضباط بيبقوا خلصوا خدمه، وفي ضباط بيطلعوا معاش مبكر. لا اقصد انهي قطاع في الخدمه بتاعته؟ لا اي ضابط. اي ضابط، اي ضابط. مش لازم قوات خاصه. مش لازم قوات خاصه. ممكن هيفيدنا كتير قوي لو هو مثلا كان في المباحث. تمام، معانا امناء شرطه كانوا موجودين في المباحث، ومعانا ضباط شرطه كانوا موجودين في المباحث، فدول بيكونوا فريق عمل قوي، لان احنا انت ما عندكوش موقع واحد بس. تمام. انت عندك كافه مواقع. بس هو مش المفروض لازم يكون عنده درايه بالامور بتاعه الاقتحام، فعشان كده لازم يكون قوات خاصه؟ اكيد عنده درايه، لان هو كان في كليه الشرطه، فاتدرب على الحاجات دي. فهو شارك في الحاجات دي من هو طالب. فهو لما يجي ليه شركات الامن بياخدوا ضباط جيش او شرطه؟ لان هم عندهم خبره امنيه، لازم 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 هو عنده اصلا الحس الامن ده. فهو لما بيطلع بيتجه لشركات الامن. طيب دلوقتي انا عميل جاي لك. تمام تمام، وعايزك تكون معايا. تمام، ليه شروط خاصه ولا انت بتقبل اي حد؟ لا ما اقبلش اي حد. ممكن تكون انت مثلا في عميل بيبقى جاي، يبقى هو اللي عامل المشكله. تمام، وعايز شركه الامن تأمنه على باطل. تأمنه على باطل او يبلطج بيها. تمام تمام، زي في شركات امن كتير كده. حضرتك هتكمل بقى الاجابه. ايه مثلا بتعملوا عنه تحريات؟ ايه الخطوات اللي بتاخدوها لما انا اتقدم ان انت تكون معايا؟ تمام، يعني مش اي عميل يجي لنا لازم نقبله. يعني بنتم الاول يعني نستعلم عنه ونعرف ايه المشاكل اللي معاه، سواء هو على باطل او على حق. طبعا يعني بتعملوا عنه تحريات؟ لازم لازم، لان مش اي حد نقبله خلاص يبقى احنا كده بنحط نفسنا في مشاكل. صحيح، وكمان عندك مسؤوليه كامله يعني. طبعا. تمام، انا شايفه حضرتك لابس زي الشركه، صح كده؟ ده زي الشركه. ايه اللي بيميز بقى الزي بتاعكم عن اي شركه تانية؟ يعني الزي بتاعنا بيميزنا عن الشركات التانية، بيبقى اللبس التاني معروف، اللي هو ايه مثلا بنطلون ازرق وقميص ازرق، فبيكون ايه باين جدا ان هو فرد امن. غير الزي ده بيكون مميز في وسط الناس كلها، ممكن اي واحد يلبس قميص ازرق او بنطلون ازرق، فرد الامن مثلا يتحرك راح اي مكان، حد يقف مكانه، فبتحصل ايه يعني زي مشاكل بسبب الزي. نعلق الصوره. اتفضل. شايف دي اثناء التدريب؟
استاذ محمد صح كده؟ كلمنا بقى لما اخترتوا ازاي ده بالذات اخترتوه على اساس ايه؟ عشان دي حاجه مختلفه مش موجوده هنا في مصر. تمام؟ تمام. عملنا حاجه جديده صارفين جامد قوي على الشكل الخارجي لازم لان هو ده اللي بيبان يعني منظر الشركه يعني. تمام. بيميزنا برضو بين الشركات كتير. قول لي بقى هو في ناس بقى بتاخد المهنه دي كواجهه ان هي تتمنظر بيها يعني؟ في ناس كده بس احنا ما بنختارش اي حد. طيب تمام. بقى ايه احنا اتكلمنا عن مميزات اللبس، خلينا نتكلم بقى عن مميزات الخدمه اللي بتقدمها شركه الامن بتاعتكم. تمام. احنا بنقدم خدمه طبعا كويسه جدا، بيبقى الفرد الامن زي ما قلت لك في البدايه بيبقى شاب صغير، بيبقى يعني مش سنه كبير ان هو ما يقدرش يحمي منشاه. الخدمه بتبقى موجوده معانا اجهزه إلكترونية، معنا أسلحتنا موجودة في الشركة، معنا كفة أي حد محتاج الحاجات الخاصة ديت كلها متوفرة عندنا، كلها موجودة يعني. تمام. ولو في لا قدر الله في بيجيلنا بعض المواقع بقى حصل فيها قضية قتل أو سرقة أو كان بيبقى فيها شركة قبلينا متواجدة. تمام. فاحنا بنشوف إيه الغلطات اللي هما غلطوها وبنحاول إن احنا، وده أكيد، بنشوف المكان محتاج كام كاميرا، محتاج كام فرد. انا اللي بعين المكان بنفسي وبنزل وبعمل المعاينه وبحط بقى عدد افراد، بحط كاميرات، بظبط الدنيا عشان ما يحصلش زي ما حصل قبل كده لان دي مسؤوليه كبيره. طبعا انت كصاحب الشركه عليك مسؤوليه كبيره فعلا. اكيد طبعا. دلوقتي الناس اللي شغاله معاك، انت عارف ان دلوقتي يعني في ناس ممكن نفوسها تكون سيئه. اكيد طبعا. ووارد ان ايه حد يشتريه. تمام. صح كده؟ تمام. انت بقى بتعمل ايه مع الناس اللي شغاله معاك؟ بتعمل عنهم يعني تحريات مستمره؟ بتتابعهم ازاي؟ ما بص فعلا في ناس وده بيكون بوارد في اي شغل. ايوه طبعا. تمام. بيبقوا زي ما انت قلت كده، بيبقى في مشرفين عندنا في الامن. المشرفين دول مش ما بنختارش اي حد، لازم يكون حد طبعا موثوق فيه جامد. هو بيتابعهم يوميا. تمام. ومحمد برضه بيتابعهم يوميا. بيشوف الافراد تصرفاتهم ازاي، شغالين ازاي، نايمين صاحيين، مركزين في الشغل، حد بيكلمهم، حد بيحاول ان هو ممكن زي ما انت قلت يشتريهم في اي مكان لاي خصم. هل حصل معاك موقف مشابه لده قبل كده؟ خلينا نسال السؤال ده للاستاذ محمد بما انه هو اللي مسؤول عن الموضوع ده. اتفضل. اكيد طبعا. حصلت قبل كده. بيتم التعامل مثلا مع الفرد ده بنعرف طب انت ليه عملت كده. حصل مثلا باصص لي فلوس اعلى، بلغنا وانت واحنا هنكافئك ان في حد مثلا جاي عايز يشتريك عشان خاطر ايه يخش المكان او يعتدي على الشخص اللي جوه. فبيتم ايه زي رشوه. ففي افراد بتقبلها، في افراد ما بتقبلش، وفي مشرف موجود بيبلغنا. بالنسبه للفرد اللي بيقبل هناخد فيديو تقرير ليكوا كده ونرجع تاني. تمام. ماشي نشوف الفيديو واحنا بنتكلم. خلاص اوكي، احنا هنعرض الفيديو وحضراتكم هتعلقوا عليه. اهو الفيديو. انا كنت بعمل معاينه في مكان كان حصل فيه سرقه قبل كده. تمام. قول لي بقى حصل ايه وايه اللي حضرتك عملته بقى؟ كان في المكان ده في فيلا اتسرقت فيه. تمام. في ذهب وفلوس كتير قوي. وطبعا نزلت دي عربيه الانتشار. تمام. تمام. انا كنت راكب فيها دي، فنزلنا طبعا امننا المكان بشده وبقوه وعرفنا يعني الاماكن اللي ممكن يحصل فيها منط، الاماكن اللي محتاجه دعم امن زياده. فظبطت الدنيا جوه. ده كان الكمباوند اللي حصل فيه المشكله ده. والحمد لله احنا واخدينه لحد دلوقتي، ما حصلش فيه ولا حادث لحد ما احنا مسكناه. انما توصلتوا للحادثه بقى اللي عمل الحادثه؟ لا، اللي عمل الحادثه لا. دي حاجه حصلت، دي مع الداخليه. ما كنتوش لسه بقى انتوا استلمتوا الكمباوند؟ لا، ما كناش احنا. لا، كان دي مشكله الشركه اللي قبلينا، وطبعا الداخليه بتتابع بقى الحادثه دي. تمام. لك احنا من ساعه ما جينا المكان ما فيش اي، الحمد لله، ولا اي حادثه حصلت. طيب هرجع تاني لدور السيدات. تمام. او المراه. قولي انا كبنت عايزه اقدم عندكم في شركه التامين، ايه المواصفات اللي لازم تبقى متوفره فيا عشان تقبلوني؟ اولا ما كنتش متجوزه. تمام. ان طبعا بتبقى متجوزه بقى عندها بيتها ومشغوله بيه، وعندها ممكن يحصل لها ظروف في اي وقت، اولاد او او او. فلازم ده اول شرط. تمام. ما تكونش متجوزه عشان تبقى متفرغه للشغل بتاعها. تمام. تمام. ما تجيش يوم تقول اصلا انا مش قادره اجي، اصلا ده في انضباط في الشغل. تمام. واحنا كلنا متعودين على انضباط، انا اول واحد فيهم. تمام. بس طيب لو انا بقى عميل وعايزه ان حضرتك تبقى معايا، تمام، في باكجات معينه ممكن تقدمها؟ في بقى في حاجه عروض اسعار، قصدي بقى في عروض اسعار
احنا طبعا بنعمل عروض اسعار كويسه للعميل، وهو بيقبل بيها، بيقبل ما بيقبلش بيها احنا ما بنقدرش ننزل عنها. يعني العروض دي بتبقى ايه مثلا؟ عرض شهر، شهرين، سنه؟ اكيد بتفرق. لا هو اقل حاجه سنه. اقل حاجه سنه ما بنشتغلش اقل حاجه سنه، لان هو شهر شهرين يبقى كده ممكن كان يجيب اي حد تاني بقى من بره، مش يجيب شركه امن. طالما هيجيب شركه امن يبقى لازم الاستقرار، اقل حاجه سنه. طيب عدد الافراد بيتحدد بناء على ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك مؤسسه او كومباوند او ايا كان نوع الحراسه اللي انت هتبقى فيها، تمام. بتحدد عدد الافراد الموجودين في المكان ده ازاي؟ بحدده، بشوف المكان مساحته قد ايه، تمام. بشوف المكان ممكن ازاي يخترق، يعني ازاي حد ينط منه، او بحط هنا في هنا سهم واحد، هنا اتنين، هنا تلاته، هنا كذا. ما اقدرش ان انا ولا ازود عليه ولا اللي انا اقلل بحيث ان يحصل مشكله وانا اللي هشيلها. طيب استاذ محمد، ايه اقل عدد ممكن حضرتك تشتغل بيه؟ اقل عدد على حسب يعني المكان والموقع. يعني في اماكن بتحكم عليا ان انا اجيب اعداد كبيره من الافراد، في اماكن بتحتاج افراد عدد قليل. قد ايه القليل اللي ممكن تشتغل بيه؟ اقل عدد اشتغلت بيه يعني ممكن مثلا لو نقول موقع سكني زي مثلا ايه، فيلا خاصه، تمام، ممكن فردين. حلو قوي، فردين. طيب عايز اسال حضرتك، هل اثناء المعاينه بيكون معاك حد من افراد المباحث ولا لا؟ لا، مش شغلهم. مش شغلهم، شغل انا. يعني انت بتختارهم بعد كده؟ ما يدخلوا في شغلي ده. بتختارهم بعد كده صح؟ انا بخش المكان، انا خدت المكان دوت، تمام، بختار الاسم اللي تابع ليا. لا دلوقتي حصلت مثلا حاله سرقه، انتوا ما بتتواصلوش مع المركز او لا الاسم؟ لا بنتواصل، بس احنا انا باخد المكان يعني على قدر الامكان، وده الاكيد ان ما بيحصلش فيه حاجه. ان زي ما هي قالت يعني حضرتها، انتوا ازاي بتحطوا العدد وازاي انا بحط العدد بناء على المكان نفسه، ما انا مش عايز يحصل فيه مشكله او تحصل فيه مصيبه. ما فيش مكان يبقى محتاج 100 واحط فيه 30. أكيد. بس حضرتك كده هتبقى مسؤول. مثلا حصلت حاله قتل، تمام، المعاينه لازم تكون باحث، في كاميرات، تمام، في كاميرات وفي افراد امن. انا بامن نفسي جامد قوي في المكان، تمام، اللي انا باخده عشان ما يحصلش فيه مشكله. الحمد لله لغايه دلوقتي 4 سنين مفيش مشاكل. المشاكل اللي بتحصل بنسيطر عليها في وقتها، تمام، وبنختار الاسم لو في حد معانا موجود اللي عامل المشكله ديت، والاسم بيجي للاسف وقت برنامجنا انتهى. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم وتكون حلقه موفقه، وكل سنه وانتم طيبين و دايما في نجاح وانتصار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في حلقة جديدة.